أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونحمد الله على من على ما من علينا من نعمه وأمنه واستقرار الحمد لله لبلدنا. وهذه مناسبة لي نشكر الشعب الموريتاني ونهنوا على هذه الانتخابات اللي راجين عنها تعود انتخابات شفافة وتعود مفصل بين العشرية اللي عشنا الحمد لله فيها ياسر من الأمن والاستقرار والازدهار والنمو لبلدنا. وعنها تعود أيضا انطلاقة هذه مناسبة انطلاقة ماموريات جديدة يتطور فيها البلد وينمى أكثر من الماضي. هو اللي يتمنى لبلدنا بما أني نهني الشعب الموريتاني ونشكره ونطلبه أيضا أنه يستمر في جعل البلد فوق كل شيء، عود فوق الأشخاص فوق المترشحين، استقرار الأمن استقرار البلد وأمنه يعود فوق كل شيء، يعود هو الشغل والهم للشعب الموريتاني قبل كل شيء. ونتابع إن شاء الله استقرار بلدنا وننتخب الرئيس المناسب لدى الشعب ولدى البلد لله يمرر ذا البلد ويكردوا السلك الصحيح والطريق الصحيح اللي هي طريقة الأمن والاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، لأنها ضرورية للبلد. هذا موجه لجميع طوائف الشعب الموريتاني، لأن أهم من كل شيء الأمن والاستقرار، لأنه ما في ظل الأمن والاستقرار هو اللي قد يحصل فيه النمو ذا البلد اللي فاصلين فيه، ونحافظ على اللي عدلنا كامل من المكتسبات من البنية التحتية. هذا من جهة، وهذا ما يقد يحصل ما هو من عود الشعب الموريتاني دارك أهميته وعود بعيد ذيك الخطابات، خطابات التفرقة، خطابات العنف، خطابات العنصرية بعدهم الشعب الموريتاني. يعني مصلحة الشعب ومصلحة واستمرارية دولتنا تطلب عنا كلنا يقبل مسؤوليته اتجاه وطنه قبل أن يسمع والله يتبع البعض. هذا يكون واضح للشعب الموريتاني وعن الدولة إن شاء الله وقواتنا قوات أمننا عنها لا هي إن شاء الله لا يتم قائمة بواجبها ولا يتحافظ تحافظ إن شاء الله على أمن البلد وعلى استقراره واستمراريته. وعنها أيضا لا هي تحافظ وتحصن وتساعد في ترسيخ الديمقراطية أيضا، ولا تعود ايضا سير بريزا et que cela profite au peuple mauritanien en entier. Qu'il y ait premier tour ou deuxième tour, cela m'est égal. Mais l'essentiel pour moi, qu'on garde la cohésion du pays, qu'on arrive aujourd'hui, le 22, à élire un président pour ce pays, pour qu'il puisse continuer l'œuvre que nous avons ensemble entrepris, ensemble. زيادة الرئيس ما وردتك مع الخارجية الفرنسية اللي واخذت بيان الراعي حنين الغيني واخذت بيان الراعي تحذرهم بهم من الانتخابات الموريتانية، نختاروكم تطمنوا الشعب الموريتاني لأنه قد يزرق بأمانه وباي رسالتكم للشعب الفرنسي. ولأن الحمد لله الأمن مضبوط إن شاء الله، مضبوط ضابط الجيش وضابط القوات المكلفة به قوات الأمن وضابطين الأمن والاستقرار في البلد، وضابط ملي مستوى وعي الشعب الموريتاني، مستوى
مسؤوليه الشعب الموريتاني، هو اللي ما تقول عليه. شكرا.